إذا استقبال عيد الأضحى المبارك بصوت الفنان الجزائري الراحل عبد الكريم دالي بأغنية إبراهيم الخليل باتت واحدة من عادات الجزائريين، ولا تكتمل طقوسه الاحتفال بها إلا بها. يقول الزميلين سارة بالحور وعبد الغضبان. ضحي ابنك الغزال الله تضب عليه، الله تضب عليه. أغنية ارتبطت في الذاكرة بصفحات استقبال الجزائريين لأولى أيام عيد الأضحى المبارك، فلا أحد منا سمعها إلا وتأثر بكلماتها وألحانها التي تجعلك تعايش قصة سيدنا إبراهيم الخليل وابنه النبي إسماعيل. برقية صدق الرسول باصنها بالأولى. أنا تفكرني كاين في بزاف عفايس، حنا ديجا كيما يقولوا أون فامي، كي كنت صغير كل ما تجوز صلاة العيد يحطوا لا تلفزيون تبدا هذيك الأغنية، دوكا كبرنا عليها. كما حنا في الأوروب كي نسمعوها تفكرنا في البلاد، تفكرنا في العيد في البلاد، تسمى مالغري رانا في الأوروب بصح تردنا نعيشوا مع الأغنية هذيك، نعيشوا كما كنا بكري هنايا في البلاد. بصوت المرحوم عبد الكريم دالي اعتاد الجزائريون استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك والعودة بالزمن إلى سنوات مضت وأخرى ترسم حاضر ومستقبل الجيل الحالي. يعطيه الصحة باسكو علاش يحكي كما نقولوا على إسماعيل وإبراهيم، كي فاهمة تسمى كما نقولوا الغنية هذه اللي يسمعها جه دمعة يبكي. إشارة تاع العيات ولفناها صافي، راهي شحال عندها؟ راهي عندها بالك قريب 50 سنة ملي خرجت الغنية هذه. انبطاب على الرغم من مرور أكثر من 35 سنة على رحيل أحد أعمدة فناني الشعب بالجزائر عبد الكريم دالي، إلا أن روائعه ما زالت راسخة في أذهان الجزائريين الذين ما زالوا يصرون على أن عيد الأضحى لا يكتمل إلا بهذا الصوت. مزين نهار اليوم صح عيدكم، مزين نهار اليوم مبروك عيدكم. هذا ولا يفوت الفنانون الجزائريون فرصة تبادل تهاني العيد بينهم، ومقهى الفنانين للممثل رابح لشعة بات فضاء يوفر لهم هذه فرصة للالتقاء في عيد الأضحى المبارك. تقول سارة بالحور وعاد رضوان. في هذا المكان يلتقي عدد من الفنانين الجزائريين لتبادل تهاني العيد، وفي هذا المقهى للفنان رابح لشعاع يستعيد كل واحد منهم تفاصيل ارتبطت في ذاكرته بالعيد. لما الذبيحة نتلاقاو هنا العشية نتقهوى ونشوفوا بعضنا بعض، وهذا المكان يلاقينا ولاد الحومة ولاد الجزائر العاصمة كلنا نتلاقاو في هذا المكان، وبارك الله في لوشيا ربح الذي جعل هذا المكان لنتلاقى فيه دائما. كل المثقفين رانا نجيو لهنا خاصة في ايام العيد، تقريبا كل المقاهي مغلوقة الا هذا المقهى اللي دارها ربح. جو فيان دو ريسيفوار مون فرير اللي جاني من هولندا، هاوليك محمد قادري فوالا، وذبيحة يجوا يذبحوا لي نهار العيد بالذات ان شاء الله. أجواء من الفرح ميزت اللقاء، وكانت الفرصة ليتحدث كل واحد منهم عن مهامه يوم العيد، وإن كان معظمهم قد اعترف أنه ترك هذه المسؤولية لأولاده. على كل حال أنا ما نشريش الكبش، وليدي ولي يشري الكبش، وليدي الصغير فيهم عنده 33 سنة الله يبارك، هو اللي يشري الكبش، هو اللي يذبحوا، هو اللي يسلخوا، هو اللي يقطعوا، أنا غير ناكل برك. أنا خويا اللي يذبح، خويا رضوان هو اللي يذبح، وانا نقابل نعاونو كما يديروا كاع الناس، ومن بعد العشيه على بالك يديروا الماكوله المفضله العصبان. انا نحب العصبان انا ونحب البوزلوف، ناكلهم خطره في العام خاطش كوليسترول. هو إذن الوجه الآخر لفنانين الذين أبوا إلا أن يشاركوا جمهورهم ويقاسموهم فرحة يوم العيد.
ليس ببعيد عن أجواء العيد، فقد ارتبطت مظاهر الاحتفال بمثل هذه المناسبات الدينية بعرض عدد من الأفلام المعروفة على غرار الرسالة الشيماء وهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بات عرضها طقسا من طقوس الاحتفال بها. أضفى حضور الممثل حميد المعروف بين الجزائريين في دور أم مسعودة إلى جانب مجموعة من المهرجين أجواء من البهجة والفرح على العملية التضامنية التي بادرت إليها جمعية الرحمة لولاية تيبازا، والتي تمثلت في توزيع 31 أضحية على العائلات المعوزة من أرامل ويتامى. تفاصيل في ميكروفون فرب الحر. اليوم نهار مبروك لي أنا، يوم عرفات، وهذا الجمعية نطلب لهم ربي يسترهم إن شاء الله. جمعية الرحمة رام يوزعوا في العيادات على الفقراء والمساكين، يعني 31 عائلة. الأولى قمنا بها البارح ل 12 عائلة، واليوم إن شاء الله رانا رايحين باش نوزعوا 18 أضحية على 18 عائلة. لهنايا جينا نديروا الخير باش نمدوا لهم الأضحية العيد. راكم فرحتوا اليتامى وهذوكم ربي هو يجازيكم، هذا واش نقول. بارك الله فيهم، داروا حاجة مليحة وفرحوا لنا وفرحوا لعجوز يما وفرحوا الدار. يعني واش شوف يتيم، يعني كيف فرحوا يتيم الدنيا ما فيها. نشكركم على هذه المبادرة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نهني كاع شعب الجزائر. وفي الأخير مشاهدينا ننقل لكم تهاني العيد لمثقفين وفنانين جزائريين. في ميكروفون سراب الحور وعاد الغضبان. هذا يوم سعيد ومبارك، ونهني الشعب الجزائري، آملين أن يكون هذا العيد عيدا مباركا فيه الخير والبركة والأمن والاستقرار لشعبنا. بمناسبة عيد الأضحى نتمنى لكل محبيني والجمهور الجزائري والأقارب عيد سعيد، وكل عام وأنتم إن شاء الله بألف خير. نهني الشعب الجزائري وجميع الإخوان المهاجرين اللي في الغربة وجميع البلدان العرب، ونقول لكم صحة عيدكم. يعني كل حال الجمهور العزيز ديالنا نقولوا صحة عيدكم، عيدكم مبارك، وكل جزائري اللي هو في الجزائر وخارج على الوطن، ونتمنوا لهم إن شاء الله الصحة والهنا. كل صحة عيدكم الجمهور ديالي اللي يحبني، ونقولوا ما زلت على ديداني شكون قال طاحت بيا. نتقدم تهاني إلى كل الشعب الجزائري، خاصة لكل الفنانين والفنانات، نقولهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ربي يلاقينا في ساعة سعيدة. نتمنى لكل الجزائريين عيد سعيد، والعائلة الجزائرية تكون في الهنا والسعادة إن شاء الله. مناسبة عيد الأضحى المبارك، يعني نتقدم إلى كل الشعب الجزائري وإلى كافة الأمة الإسلامية، نقول لهم صحة عيدكم وكل عام هما بخير، إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا.